كيري يقول من جنيف إن هناك اقترابا من تفاهم بشأن تجديد وقف إطلاق النار في سوريا. مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة في بغداد. ونقابة الصحفيين المصريين تطالب بإقالة وزير الداخلية بعد اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة. أهلا بكم إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن المحادثات مع روسيا وشركاء الولايات المتحدة في التحالف تقترب من نقطة تفاهم بشأن تجديد وقف إطلاق النار في سوريا، بما في ذلك مدينة حلب. تصريحات كيري جاءت قبيل اجتماعه بنظيره السعودي عادل الجبير في جنيف، وذلك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لوقف تصاعد القتال وإنقاذ محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة بواسطة أمريكية وروسية. هذا وندد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالتصعيد في القتال، وقال إن بوسع الأسد الرحيل من خلال عملية سياسية، وإلا فسيتم الإطاحة به بالقوة. طرف واحد فقط هو من يستخدم الطائرات، وهو بشار الأسد وحلفائه، لذلك فهم مسؤولون عن المجازر بحق النساء والأطفال وكبار السن، كما أنهم مسؤولون عن قتل الأطباء والكوادر الطبية، وهذا الوضع بأي حال من الأحوال لن يستمر، فالعالم لن يسمح لأمثال هؤلاء بالفرار بما ارتكبوه. لقد قلنا ذلك مسبقا، إن أيام بشار الأسد باتت معدودة، وسيرحل إما بعملية سياسية وهو ما نأمله، وإلا فسيتم إزاحته بالقوة. وحذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أن النزاع في سوريا بات خارجا عن السيطرة، وذلك بعد محادثات أجراها في جنيف لإعادة إحياء الهدنة في البلاد وخصوصا في مدينة حلب. روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على وجود طرف ثالث سيعمل من جنيف 24 ساعة وعلى مدى 7 أيام في الأسبوع على نطاق جديد وقدرات إضافية في محاولة للتأكد من إنفاذ وقف الأعمال العدائية يوما بعد يوم. قال التلفزيون السوري الرسمي إن الجيش أعلن تمديد سريان نظام التهدئة حول العاصمة دمشق لمدة 48 ساعة أخرى، مؤكدا بذلك إعلانا روسيا سابقا بهذا الخصوص. وكان الجيش السوري قد أعلن أمس نظام تهدئة ووقفا للقتال لمدة 24 ساعة شامل دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية. ميدانيا، قتل 3 مدنيين إثر غارات جوية على بلدة كفر حمراء شمال مدينة حلب. هذا وتعرضت الأحياء الشرقية للمدينة ومن بينها بستان القصر وصلاح الدين لغارات جوية عنيفة طوال الليلة الماضية دون ورود أنباء عن إصابات. وتشهد مدينة حلب تصعيدا عسكريا منذ أكثر من 10 أيام أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 147 مدنياً إثر غارات جوية لسلاحي الجو السوري والروسي استهدفت أحياء سكنية في مدينة حلب خلال الفترة الماضية. كما وثق التقرير تضرر 11 مركزاً حيوياً خلال القصف، من بينها المشافي الميدانية ومراكز الدفاع المدني بالإضافة إلى أفران الخبز. كما اعتبرت الشبكة السورية القصف خرقاً واضحاً لاتفاق الأعمال القتالية الذي بدأ سريانه في 27 من شهر شباط فبراير الماضي، وانتهاكا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان لاستهدافه مدنيين عزل. نفذ سجناء ومعتقلو في سجن حماة المركزي عصيانا بدأ ظهر اليوم، حيث سيطروا خلاله على مرفقات السجن في ظل استخدام النظام السوري تعزيزات إلى محيطها. وأفاد نشطاء محليون أن المعتقلين سيطروا على كامل السجن من الداخل واحتجزوا بعض الضباط، بينما تمركزت قوات النظام وعناصر الأمن في محيطه وعلى أسطحها. وفي السياق ذاته أعلنت فصائل من المعارضة السورية تضامنها مع المعتقلين،
وأكدت استعدادها لضرب مواقع قوات النظام في مدينتي محردة والصقلبية حتى انتهاء الحصار وتلبية كافة مطالب السجناء. وتأتي هذه الأحداث على خلفية محاولة إدارة السجن نقل بعض المعتقلين إلى سجن صيدنايا العسكري المعروف بقسوته وأحسة شجانه. استضافت الكويت الاجتماع الدوري لمؤتمر المانحين لسوريا لمتابعة تطبيق نتائج مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن في شباط الماضي. وقد استعرض الاجتماع الانتهاكات الوحشية والقصف الذي تشهده مدينة حلب. ودعا مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبد الله المعتوق إلى رفع الحصار بشكل فوري عن أهالي المدينة. في اليمن تجددت الاشتباكات في الجبهتين الشمالية والشرقية لمدينة تعز فجر اليوم بتزامن مع استهداف الأحياء السكنية. خروقات الهدنة تتواصل في المدينة بشكل يومي وسط تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع في اليمن بشأن المسؤولية عنها وفي ظل استمرار معاناة سكان تعز جراء الحصار. خليل القاهري والتفاصيل. مدينة تعز لا تزال تشهد مزيدا من المواجهات بشكل يومي في مختلف الجبهات في ظل تواصل القصف العشوائي واستهداف المدنيين. ورغم توقيع الهدنة المحلية في المدينة قبل 20 يوما إلا أن شيئا لم يتحقق على الأرض، فالمزيد من الضحايا يسقطون يوميا وسط حالة من الدمار تلحق بالمدينة، ما يعني عدم وجود نية حقيقية لوقف الحرب، يقول رئيس لجنة التهدئة في تعز. للأسف الشديد لم نوصل إلى شيء إيجابي نستطيع أن نقول أنه تحقق على الميدان. لا زالت تعز محاصرة من جميع منافذها ولم يتم فتح أي منفذ ولا أي طريق، ولا زالت تعاني معاناة كبيرة. المواطن يعاني في جانب الصحة، في جانب التعليم، في جانب المياه، الكهرباء، الديزل، الغاز، كل شيء أصبح داخل المدينة يعني منعدم. اتهامات متبادلة بين مختلف الأطراف بشأن الخروقات المستمرة للهدنة واستمرار حصار المدينة، حيث يشكو المواطنون من عدم فتح منافذها حتى اليوم وعدم تمكنهم من الحصول على الغذاء والدواء أو الدخول والخروج من وإلى المدينة. لا أمل لدى المواطن لأن الحصار يزداد المفروض على المدينة، القصف العشوائي، سقوط الضحايا من المدنيين ما بين شهداء وجرحى بسبب أثناء بل هنا في تعز المواطن يتساءل متى ستبدأ الهدنة. وللمطالبة بفك الحصار ينظم المواطنون وقفات احتجاجية مستمرة، منها الوقفة التي شهدتها تعز اليوم تحت شعار تعز تحت النار تحت الحصار فعن ماذا تتحاورون، في رسالة لأطراف النزاع المجتمعة في الكويت بضرورة إنهاء معاناة اليمنيين. خليل القاهري، التلفزيون العربي. ومعنا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي للمزيد من التفاصيل. نبيل، ما حجم المواجهات الآن في تعز وكيف يرقب سكان تعز المشاورات الجارية الآن في الكويت بين الوفد الحكومي والحوثيين؟ نعم سارة، بحسب شهود عيان فقد وصلت تعزيزات كبيرة للمسلحي الحوثي وصالح إلى مدينة تعز وتحديدا إلى الجبهة الغربية للمدينة. عصر هذا اليوم طيران التحالف شن عدة غارات في جبل الحان وكذلك محيط اللواء 35 على مواقع لمسلحي الحوثي وصالح. بحسب شهود عيان أكدوا بأن هناك تجمعات في محاولة منهم لاستعادة العديد من المواقع ومنها السيطرة على اللواء 35 في المدينة. شهود عيان أكدوا كذلك بأن هناك قصف مستمر على المواقع المقاومة الشعبية بالإضافة إلى خصفر الأحياء السكنية في المدينة. يأتي هذا في وقت يتهم الحوثيون بأن الخرق ليس إلا من قبل المقاومة الشعبية وبأنهم يحاولون فقط من أجل أن يكون هناك خدمة أو للمفاوضات من أجل تعليق المفاوضات في الكويت. ولا زالت حتى الآن تدور الاشتباكات بالتحديد في الجبهة الغربية للمدينة ما بين المقاومة الشعبية من جهة وبين مسلحي الحوثي وصالح من جهة أخرى. شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي على جملة هذه التفاصيل، كنت معنا من عدن. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين في تفجير سيارة مفخخة غربي العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر أمنية إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت زوارا شيعة راجلين على الطريق الرئيس عند تقاطع منطقة الدورة السيدية، كانوا في طريقهم لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.
وينضم إلينا للمزيد من التفاصيل مراسلنا طارق ماهر من بغداد. طارق، هل لك أن تضعنا في صورة الوضع الأمني الآن في بغداد مع الاستعدادات لإحياء ذكرى ما يعرف في العراق بذكرى الإمام موسى القادم؟ نعم سارة، بالإضافة إلى التفجير الذي نفذه انتحاري بسيارة مفخخة كانت تحمل أكثر من طنين من المواد المتفجرة أو الشديدة الانفجار والتي تم تفخيخها محليا داخل العاصمة بغداد، هنالك تفجيران آخران سجلتهما وزارة الداخلية، الأول بعبوة ناسفة شمالي العاصمة والآخر جنوبها، لترفع هذه التفجيرات حصيلة الضحايا إلى 18 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، وهذه الحصيلة ما تزال أولية وفقا لوزارة الصحة العراقية. ميدانيا طبقت قيادة عمليات بغداد خطة محكمة منذ يومين وستستمر حتى منتصف ليلة الغد. هذه الخطة تقضي بنشر 4 فرق عسكرية، 3 منها تابعة لوزارة الدفاع والرابعة تابعة لوزارة الداخلية، تم نشرهم في كل شوارع العاصمة دون استثناء لتأمين الطريق من محيط العاصمة نحو مرقد الإمام الكاظم 7 الأئمة عند الشيعة الإمامية، وبالتالي هنالك قطع للطرق وهنالك إجراءات أمنية مشددة ستتواصل كما تشير وزارة الداخلية العراقية حتى منتصف ليلة الغد. شكرا جزيلا لك طارق ماهر، كنت معنا من بغداد. وفي العراق أيضا أعلنت مصادر رسمية عراقية مقتل 14 من مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وإصابة 10 آخرين في عملية عسكرية جوية وبرية في محافظة الأنبار غربي العراق. وقال قائد عمليات الأنبار إن سلاح الجو وبالتنسيق مع عمليات الأنبار تمكن أيضا من تدمير مستودعين للأسلحة التابعين للتنظيم. طالبت نقابة الصحفيين المصريين بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار على خلفية مداهمة قوات الأمن مبنى النقابة أمس واعتقال صحفيين داخلها فيما وصفته بالجريمة غير المسبوقة. وأعلن الصحفيون تنظيم اعتصام مفتوح داخل وخارج مقر النقابة احتجاجا على ما وصفوه بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر. وقد نظم بعض المحتجين صباح اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين عمر بدر ومحمود السقا وسط هتافات مناهضة للنظام الحالي. واقتحمت قوات الأمن مبنى النقابة مساء أمس في سابقة تعد الأولى من نوعها وألقت القبض على الصحفيين المعتصمين بها بتهمة التحريض على التظاهر. النقطة الأساسية اللي هي مواجهة الكلمة بالرصاصة، مواجهة الكلمة بالقوة، أسلوب فاشل على مر العصور، وصاحبه لا يمكن تستمر القبضة ديت إلى ما لا نهاية. احنا عندنا في الطب لا يمكن أنت تظل قابض القبضة ديت إلى ما لا نهاية، لابد الأعصاب بتاعتك هترتخي في وقت ما. يعني أنا أطالب أن السلطة السياسية تتقي الله في مصر وترجع للعقل والحكمة. يواجه البرلمان التونسي انتقادات متواصلة بشأن الغيابات المتكررة للنواب. اعتبرت منظمة بوصل المختصة في مراقبة عمل البرلمان أن هذه الغيابات تحولت إلى ظاهرة خطيرة، ودعت رئاسة البرلمان إلى تحمل مسؤولياتها للتصدي لهذه التجاوزات. كثيرا ما يتكرر هذا المشهد في البرلمان التونسي، أغلب مقاعد النواب فارغة بسبب الغيابات التي لم تعد معزولة بل تحولت إلى ظاهرة، إذ أشار تقرير لمنظمة بوصلة التي تراقب عمل البرلمان إلى أن نصف النواب لا يشاركون في جلسات التصويت وأعمال اللجان. لم نستطع إلى الآن أن نجد لها حلا لا في وسط اللجان ولا في الجلسات العامة. ينبغي أن نجتهد وأن نطور أعمالنا، وإن اضطرنا إلى تفعيل بعض الإجراءات الردعية العقابية فلما لا؟ دفعت تلك الغيابات رئاسة البرلمان مؤخرا إلى أقرار عقوبات مالية ضد هذه التجاوزات من خلال خصم 50 دولارا عن كل غياب، لكن هذا الإجراء لم يفعل إلى حد الآن وهو ما أثر على عمل البرلمان.
الغياب في اللجان القارة فهو يؤثر بشكل كبير في عمل البرلمان، حيث أن اللجان القارة تناقش مشاريع قوانين مهمة ومفصلية في تاريخ تونس أحيانا تناقشها بأربع وخمس نواب فقط. الشارع التونسي الذي تراجعت ثقته في كافة الأحزاب وفقا لإحصائيات مؤسسات صبر الآراء المختلفة وجد في هذه الغيابات حجة له لمهاجمة عمل نواب المجلس. يلزم فهمت يكون الحضور نتاعهم فهمت 100%، ما كانش معاش مجلس تأسيسي بالطبع الثقة مش تفقد، كان المواطن فهمتني ولا مش يطلبهم وحاط أماله فيهم هما ويغيبوا كل شيء، مش ننتظروا آخر هما يعني معناتها القدوة نتاعنا. ويرى كثيرون هنا أن أسباب هذه الغيابات تحت قبة البرلمان تعود لانشغال النواب بخلافاتهم الحزبية وبأعمالهم الخاصة. قد تدفع هذه الانتقادات البرلمان لتجديد العقوبات ضد النواب المتغيبين للحد من هذه التجاوزات التي عطلت المصادقة على بعض المشاريع المهمة وخاصة المؤسسات الدستورية في وقت سابق. بسم الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. هذه النشرة متواصلة معكم من التلفزيون العربي وفيها بعض الفاصل. علماء يكتشفون ثلاثة كواكب خارج المجموعة الشمسية يحتمل أن تكون صالحة للعيش. أهلا بكم من جديد. رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استمرار التحقيق في ملابسات استشهاد الأخوين الفلسطينيين مرام وإبراهيم أبو إسماعيل اللذين استشهدا برصاص جنود الاحتلال عند حاجز قلندي العسكري شمال مدينة القدس الأربعاء الماضي. شهود عيان وأقرباء الشهيدين أوضحوا أن مرام وإبراهيم لم يحاولا تنفيذ هجوم كما ادعت سلطات الاحتلال، وإنما سلك الطريق الخطأ جهلا لعبورهما الحاجز لأول مرة. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية قرية العيسوية ووزعت إخطارات لهدم منشآت سكنية وتجارية فيها. وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية أن قوة إسرائيلية داهمت أجزاء من القرية وعلقت إخطارات الهدم على أبنية قائمة منذ عشرات السنين، من بينها مركز صحي يخدم القرية بحجة البناء من دون ترخيص. وذكرت اللجنة أن اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقرية والأعمال الاستفزازية لأهاليها تجري بصورة يومية منذ سنوات. أعلن الجيش التركي عن استهدافه بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في قرى ينيابان ودوديان وطاط حمص بريف محافظة حلب، ما أسفر عن مقتل 34 من عناصر التنظيم. وأوضح مصدر عسكري تركي أن طائرات دون طيار دمرت 6 مركبات و5 مواقع لتنظيم الدولة في سوريا انطلقت من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوبي تركيا ردا على هجمات صاروخية للتنظيم طالت إقليم كليس التركي. الآن نتابع جولة سريعة في أخبار الاقتصاد. قفز الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في 15 شهرا بسبب تراجع الدولار مسجلا سعر 1303 دولارات و60 سنتا للأوقية، لكنه نزل في وقت لاحق بعدما قلصت العملة الأمريكية خسائرها. وجاءت مكاسب الذهب أساسا من ضعف الدولار الذي سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2008 مقابل الين الياباني. تراجعت الأسهم اليابانية بنسبة 3% وذلك لليوم الخامس على التوالي، حيث انخفضت أسهم شركات التصدير في ضوء ارتفاع قيمة العملة المحلية الين أمام العملات الرئيسية، في حين انخفض مؤشر نيكاي المؤلف من 225 سهما بنسبة 3.11%، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3.3%.
علقت شركة ميتسوبيشي موتور، سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، العديد من خطوط الإنتاج لعدة أشهر على الأقل، وذلك بسبب الفضائح بشأن التلاعب في بيانات معدلات استهلاك الوقود. وتدرس الشركة أيضا خفض أجور 1300 موظف لمسؤوليتهم عن إنتاج النماذج المعيبة في مصنعها بمقاطعة أوكاياما. أفاد تقرير حكومي بأن مبيعات التسوق عبر شبكة الإنترنت في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 21% خلال آذار مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك لانتعاش مبيعات الملابس والأجهزة الإلكترونية، وبلغ إجمالي التعاملات عبر الإنترنت 4.5 مليار دولار خلال شهر آذار مارس الماضي. لجأ المئات من سكان المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية إلى امتهان بيع المساويك لإعالة أسرهم في ظل حالة الفقر التي يعيشونها وعدم توفر أي فرص عمل حتى في المملكة العربية السعودية التي لم يعد باستطاعتهم الدخول إليها للبحث عن الرزق بسبب اشتداد القتال على الحدود. نبيل اليوسفي والتفاصيل. لم يجد يحيى محمد من مصدر دخل له ولعائلته المكونة من 8 أفراد سوى استخراج أعواد الأراك من أودية منطقته في محافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية وبيعها بأثمان لا توفر له قوت يومه في معظم الأحيان. يحيى البالغ من العمر 28 عاما يمارس هذه المهنة منذ 10 سنوات، حاول إتمام تعليمه إلا أن انشغاله بمهنة بيع المساويك حالت دون تحقيق أمنيته. نروح في الوديان بدل المساويك في أروق الراك ونستخرجها ونروح نبيعها، وأنا زبائن كثير الحمد لله، ونشتغل نبيعها من 50 تكتيك من 50% من 20 نطلب الله، كان أول نصدرها للسعودية اللي ما نصدرها بعد الحرب الورا، ما نروح ما تروحش على السعودية نقطع هني. المئات من سكان المناطق الحدودية لا يختلف حالهم عن حال يحيى، حيث اضطرتهم ظروف المنطقة من انتشار للجهل والبطالة والفقر إلى امتهان حرفة قطع المساويك من شجر الأراك والسفر إلى مناطق بعيدة لبيعها. البعض منهم دفع حياته ثمنا في سبيل قوت يومه بعد تعرضهم للدغ الثعابين السامة التي تختبئ وسط أشجار الأراك. أنا عملنا في الأراك شغالين منذ القدم، لا عندنا عمل ولا عندنا شيء، ما معنا لا نحفر، وبعضهم قد تقبصوا من الثعبانات، تكثروا من الثعبانات نحفر لما يخرج الثعبان برجلهم برجلنا، ولا عندنا عمل مرة. بالنسبة ليحيى وللكثيرين من سكان حجة ومحافظات يمنية أخرى يأملون إنهاء حالة الاقتتال والحرب وعودة الاستقرار إلى البلاد، والتي تعني بداية مرحلة جديدة إحدى أولوياتها توفير فرص عمل بديلة. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي. الآن إلى إطلالة سريعة على أخبار الرياضة. نبدأ جولة رياضية من الدوري الإنجليزي، حيث يستقبل تشيلسي الذي يقبع في المركز العاشر من 47 نقطة فريق توتنهام وصيف الدوري، وفي رصيده 69 نقطة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 36، ويأمل توتنهام بتقليص الفارق بينه وبين ليستر المتصدر مع تعثر الأخير للإبقاء على حظوظه قائمة بالاقتراب من اللقب. في الدوري الإيطالي يحل اليوم أتلانتا ضيفا على نابولي، ساعي للانفراد بالمركز الثاني وتضييق الخناق على روما الذي سيلعب بضيافة جنوة والفاصل بينهما نقطتان لا غير، يذكر بأن نابولي يملك 73 نقطة. يلتقي يوم غد بايرن ميونخ الألماني الخاسر بهدف في الذهاب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويطمح الفريق البافاري لقلب الطاولة على أتلتيكو الأقرب إلى حجز بطاقة النهائي.
إلى عالم السرعة والمحركات، حيث فاز براد كسلوفسكي يوم الأمس بسباق جايكو 500 على حلبة ألاديجا بولاية ألاباما الأمريكية، وذلك ضمن بطولة ناسكار للسيارات. وتسببت الأمطار بتخفيض عدد دورات السباق إلى 180 لفة، ما أدى إلى وقوع عدة حوادث بين السيارات وانقلاب بعضها وتطايرها في الهواء دون إصابات تذكر. ختام جولتنا الرياضية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث قاد غوران دراجيتش فريق ميامي هيت للانتصار على شارلوت هورنتس ب 106 نقاط مقابل 73، وذلك بعد تسجيل 25 نقطة يوم الأمس، وليكون هذا النصر الرابع لميامي مقابل 3 انتصارات لشارلوت، وذلك ضمن سلسلة لقاءات ما في الدور الإقصائي الأول للقسم الشرقي. في ختام نشرتنا نتوقف مع ما توصل إليه فريق من العلماء الدوليين إثر اكتشافهم لثلاثة كواكب تشبه كوكب الأرض، يعتقد بأنها هي الأكثر احتمالا حتى الآن بوجود حياة فيها خارج مجموعتنا الشمسية. وذكر العلماء في دراسة نشرتها مجلة نيتشر العلمية أن الكواكب الثلاثة تقع في مدار نجم قزم لا يبعد عن الأرض سوى 39 سنة ضوئية. ورجح العلماء أنها تشبه في حجمها ودرجة حرارتها كوكبي الأرض والزهرة. ختام النشرة، إلى اللقاء.